الكرام متابعينا الاعزاء في كل مكان، نحييكم ونرحب بحضراتكم من هنا من ميدان التحدي للبكار. صعود مسافة 1500 متر المقدمة والصدارة، هنالك وعد وسعيد بن محمد بن كحيز المري وثاني الأسماء، وصلت جبارة لسيد عبد العزيز بن كرده، هنالك عبد العزيز مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ثالث الاسماء، وصلت هنالك سلاطين وعبد العزيز بن كردي من يقدم لنا سلاطين في هذا التحدي المسير، ولكن هنالك رابع الاسماء، هنالك بلشا وعلي بن راشد بن جهيم المري، ولكن لنا عوده الى المقدمه والى الصداره، هنالك وعد وسعيد بن محمد بن كحيز، وهنالك العصف البطان وترقص وحيدا وتغرد وحيدا خارج السرب، والعصف البطان وتباعد المسافة. يلا يا متعب، يلا يا متعب، التيم مطلوب، وعد وسعيد بن محمد بن كحيز المري، يا سلام يا سلام، وهنالك الأسماء القوية الحاضرة، ولكن 300 متر وعد وعد كرعت سعيد بن محمد بن كحيز، والعصا في البطان، والعصا في البطان، والآل محنط وحبيبات الرمل تتطاير تحت أقدام، وعد وعد، وهنالك سعيد بن محمد بن كحيز، الله الله، سلام يا بن كحيز، سلام وعد سلام، تهانينا لمالك وعد سعيد بن محمد بن كحيز، والعصا في البطان، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كان من نصيب سلاطين وعبد العزيز بن تركي، والمركز الثالث ايضا شعار بن تركي، ايضا هنالك جبار عبد العزيز بن كردي. تهانينا لجميع الفائزين. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام ساعة وصول وعد لخط النهايه، قطعت مسافه 1500 متر دقيقتين 13:45، والعصا في البطان. تهانينا لمالك وعد سعيد بن محمد بن كحيز على هذا الاداء الجميل.